أكد ممثل جبهة البوليساريو في سويسرا ولدى منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف أبي بشراي البشير في تصريح للجزائر الدولية أن دورة التنسيقية الأوروبية لدعم الشعب الصحراوي 47 ستعكف على دراسة عامة لقضية الشعب الصحراوي وسبل التضامن معه. وشدد ممثل جبهة البوليساريو على كيفية تفعيل التضامن مع الشعب الصحراوي على مستوى الأمم المتحدة والمنظمات القارية والدفع باتجاه تنظيم استفتاء لتقرير المصير. هذه الندوة سوف تعكف على دراسة عامة لقضية الشعب الصحراوي ولسبل التضامن معه، ولكن بالتركيز على أربع محاور رئيسية. المحور الأول هو المحور الذي تضم ورشة الشؤون السياسية والإعلام والمتعلقة بالملف السياسي وكيفية تفعيل التضامن مع الشعب الصحراوي على مستوى الأمم المتحدة وعلى مستوى المنظمات القارية والدفع تجاه تنظيم استفتاء تقرير المصير بشكل مباشر.